مساء الخير. مساء الورد. النهارده البساط الحقيقه عنكم انتوا، مش على الاغاني اللي احنا بنسمعها كل مره، عن صفه هي متاصله في الشعب العربي وعلى اخص في الشعب المصري، وهنا بتبان لنا قوي، بتبان في اجتماعنا ده، ان احنا كلنا سميعه. سميعه دي مش كلمه سهله، مش كلمة عادية. يعني الكلمة دي، كلمة سميعة، مرتبطة قوي بالموسيقى. السمع نعمة من نعم ربنا علينا. ابن عروس بيقول: مش كل من ركب الحصان خيال، ولا كل من سمع سميع. سميعة حاجة تانية، بتبان لنا مثلا قوي واحنا بنسمع الاستاذ محمد مصطفى بيعزف اغنيه، القاعه كلها بتغني معاه، مفيش صوت واحد بينشز. الحكايه دي متاصله في الشعب المصري في كل حاجه، في البياعين، كل البياعين ينادوا على بضاعتهم بنغم. سيد درويش خد من البياعين، سمع واحد بياع سارح بعربيه بيبيع بلح سماني، فبيقول حلو قوي البلح السماني، فهو راح واخدها وقال جميله قوي الجوله للجناوي. خد نفس الغنى، المقام، اللحن اللي عامله الراجل البسيط المصري. الصنايعيه، كلنا حضرنا ناس بتبني، هتلاقي عشان اللي بيعملوا خلطة الأسمنت هتلاقيهم بيقولوا، بيرد على بعض. الريس اللي ماسك الكوريك بيعمل الأسمنت على الرمل على الزلط، والتانيين بيردوا عليه. عبد الوهاب نفسه خد منهم عبارة كلنا عارفينها، هتلاقي الصناعيين بيقولوا هيلا هوب هيلا. عبد الوهاب خدها في نيل نجاشي وقال هيلا هوب هيلا. بالظبط، هي ده بيأكد لنا ان احنا كلنا، كل الشعب المصري سميع. طب ايه حكايه سميع دي؟ لو فاكرين في مسلسل اتعمل في مصر اسمه النديم، اللي انا قلت لكم منه تتر الختام في بدايه الصالون النهارده، راحل من تاني راحل. النديم كان ليه تابع، التابع ده قام بدوره محمد عبد السلام، عبد السلام محمد الممثل الشهير. أول ما تقابله النديم، قابل التابع ده، فالنديم بيسأله أنت بتشتغل إيه؟ قال له أنا سميع. قال له إيه؟ قال له سميع. قال له يعني إيه؟ قال له أمي لما ولدتني قالت أنا جبت الولد اللي ما جابتوش ولادة، الولد اللي هيملى الدنيا كلام. لما طلعت لقيت كل الناس بتتكلم، كله بيتكلم، قلت لا ما ينفعش، فاشتغلت سميع، ودي شغلانه مش سهله. قال له يعني ايه مش سهله؟ قال له السميع دي وظيفه. يقول ايه؟ قول تاني، انت تقصد ايه؟ الله عليك، ليها وقم. ده اللي بنسميه احنا بقى في اللغه العربيه وفي شغلنا فن الإصغاء، إنك تبقى تصغي للي أنت بتقوله. اللي بيتكلم كويس لازم يصغي كويس. المهم، أنا حصلت لي بقى حكاية إن إحنا سميعة بقى ونعرف نفرز، قالها مين بقى؟ في مسرحية عملها كاتبنا العظيم نجيب سرور، اسمها منين نجيب ناس، هي بتحكي حكاية حسن المغنواتي اللي فيها البيت الشعر المشهور بتاع منين اجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه. بيحكي نجيب سرور، بيقول علينا على المصريين، على اولاد البلد، يقول ابن البلد ودن ابن البلد منخ الحرير، تعرف الصوت الاصيل تفرزه من الف صوت وتناديه، تنشدله
تفتح قلوبها ليه. السمع مش حاجة سهلة. التقاليد بتاعت السمع دي تقاليد غير عادية. الودن العربية والمصرية بالأخص فيها ميزة عن كل الدنيا، إنها بتميز الربع تون، أو للدقة بقى عشان الأستاذ علاء التلات أرباع تون. مفيش حاجة اسمها الربع تون على فكرة، هو في تون يعني درجة موسيقية، ونص تون اللي هي الصوابع البيضة والسودة في البيانو. الدرجة اللي ما بينهم هي درجتنا احنا، درجة العرب، درجة الودن العربية المصرية، التلات أرباع تون اللي هي فوق النص تون بشوية. الحكاية اللي حكيها لكم دي حصلت لي وانا عندي 16 سنة تقريبا، سنة 70. كنا مهاجرين في مدينة مدغمر، واللي ما يعرفهاش دي أكبر مركز في محافظة الدقهلية، وتشتهر بصناعتين مهمين قوي، النحاس والألمونيا والأصدي والصاد. في مولد النبي وزارة الثقافة بعتت ثلاث فرق من وزارة الثقافة لمدينة مدغمر. الغريب ثلاث فرق، فريق من السيرك القومي، فرقة الموسيقى العربية، والغريب أوركسترا القاهرة السيمفوني. أنا لما عرفت تخضيت الحقيقة، قلت إزاي الناس البسيطة دي ولاد البلد الصنايعية والعمال والفلاحين هيسمعوا أوركسترا. الأوركسترا لها تقاليد، لما يبتدي قائد الأوركسترا يقود الفرقة، الحركة الموسيقية اللي هنسمعها محدش يتنفس، ترمي الإبرة ترن زي ما بيقولوا. ابتدى السيرك والترابيز واللعيبة بتاعته، كل تسقيف غير عادي، ثم الموسيقى العربية، أغاني زي اللي احنا بنسمعها هنا، ثم جاء دور الأوركسترا السيمفوني. اجتمع الراجل رئيس الأوركسترا، كان اسمه مش فاكر اسمه الحقيقة، بس ده اللي كان قائد الأوركسترا. مندوب وزارة الثقافة اللي جايب الفرق دي طلع يقدم الدكتور أحمد الصعيدي، كان لسه راجع من روسيا، فابتدى يتكلم على الموسيقى الكلاسيك، ويتكلم وسط مجموعة من العمال والفلاحين، ويتكلم على القائد اللي درس بره واللي أقاد أوركسترا في أكتر من في الهارموني بره. أنا الحقيقة قعدت أترقب اللي هيحصل، اللي توقعته. بدأت النكت والتريقة على الموسيقى الكلاسيك، ولا اللي خده عبد الحليم في فيلم مع عبود الجماهير لما طلع يغني جبار أكتر بكتير. وقام وخرج الراجل وزعق وشخط في الجمهور مندوب وزارة الثقافة، بعدين ساب المسرح وقام الأستاذ الدكتور أحمد الصعيدي وقف قدام المسرح وهو ساكت لحد ما الناس كلها بطلت كلام وسكتت، وبدأت الفرقة تعزف المقطوعة مشهورة جدا، مشهورة لينا، متتالية مصارع الثيران من متتالية كارمن. أول ما الناس سمعت فضلت لغاية ما خلصت، وأنا بترقب حد يعترض حد يزعل، مفيش. خلصت وساد الصمت، وفجأة كل القاعة وقفت، فضلت تسقف بشكل هستيري ما سقفتوش قبل كده، لدرجة ان انا شفت دموع الدكتور احمد الصعيدي والعازفين وهم مش مصدقين ان شغلهم وصل للناس. الناس البسيطة دي ازاي عرفت تقاليد الاستماع للأوبرا؟ عرفت ازاي؟ الغريب بقى، ولأول مرة في حفلة كونسير، أنا حضرت كتير من حفلات الكونسير، إن جمهور رفض إن الأوركسترا يبتدي المقطوعة التانية إلا لما يعيد الأولى من كتر إعجابه. دي بقى السميعة المصرية، يحبوا يستزيدوا، زي ما كلنا هنا، كلهم كل أصدقائنا هنا في القاعة قالوا لي ليه بسملة ما غنتش الكوبليه التالت مرة كمان، آخر كوبليه، لأنه إحنا بنحب نستزيد، نحب نسمع مرة واثنين وثلاثة كمان. يوميها عرفت ان احنا زي يعني احنا الحقيقة ودننا ان احنا ما نعرفوش كلنا، ان المصريين والعرب
كلهم بيحبوا الموسيقى الكلاسيك من غير ما يعرفوا. ليه بقى؟ لان احنا تربينا على الافلام الابيض واسود، والافلام الابيض واسود كلها الموسيقى التصويريه فيها زمان تقرا كده مقطوعات من الموسيقى الكلاسيك. الحاجه الاجمل بقى ان ايه القطعه الموسيقيه اللي عزفتها الفرقه الاوركسترا القاهره السيمفوني وعجبت الشعب البسيط؟ متتالية سيران كلكم حافظينها، هي تتر اشهر برنامج اذاعي في اذاعه القاهره، او اذاعه برنامج ما يطلبه المستمعين. تن تررن 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 تن 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 تررن تررن تن تن تررن تررن تن تن تررن 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 تن تن. لا ده عشان كده يمكن انا حلمت مره زمان ان انا اقدم برنامج في التلفزيون اسميه الاوبرا فن شعبي. مش فاكرين، ما يفكركوش الكلام ده بعمنا صلاح جاهين. اما فاكرين الاغنيه اللي غناها معانا عمنا فاروق؟ قال ايه؟ قال ايه حلم صلاح جاهين؟ على كل ترعه أبرة، تمثال من المرمر وأبرة. هو قال كده. اللي انا بس بحاول اوصل لكم ليه الكلام اللي قاله صلاح جاهين واللي قاله بعد منه فؤاد حداد. قال ايه بقى يا جماعه؟ صلاح جاهين قال تماثيل رخام على الترعه وأبرة. اما فؤاد حداد قال ليه كل ما نقول اه الناس تقول الله؟ كان في شجر موعود يصبح كمانجا وعود، نسمع في حسه الودود ضي النسيم على الغصن يتمرجح، ويلاقي ظل الشجر وسقف بيت في القمر، وجيران تطل وتفرح، وباب يفتح لكل غايب يعود. ليه كل ما نقول اه الناس تقول الله؟